نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والأطار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من اليوم الأول من يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين. في حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولا سيما الأماكن اللي بتشهد تكدس ملحوظ، مع استمرار تطبيق الغرامات على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، واللي من بين هذه المخالفات منع تقديم الشيشة، كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد والتشديد على منع كمان إقامة سرادقات العزاء والأفراح والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين نظرا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة بيصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية. تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد. عبر الهاتف دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. دكتور خالد، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة إيمان وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. الأخبار الحقيقة والقرارات أسعدت الناس، لكن مهم كمان نركز على المخالفات وإزاي هيتم مواجهتها والتعامل مع اللي مش هيطبق الإجراءات الاحترازية أو مش هيطبق أو هيخالف المواعيد المقررة. يعني خليني أقول لحضرتك أنه بالفعل اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في لقائها الأخير أو الأمس أخذت مجموعة من القرارات زي ما حضرتك تفضلتي فيها نوع من الانفتاح والبحبوحة بالنسبة واستجابة من ناحية لطلبات أهلنا في المحافظات المصرية، لكن من ناحية تانية في إطار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي من جانب تاني التأكيد على تغليظ العقوبة لمن يصر على المخالفة بالغلق بدل من أسبوع تبقى أسبوعين، وبدل من أسبوعين تبقى شهر، ولا يجوز الفتح إلا ب يعني ترخيص كتابي من جانب المركز التكنولوجي أو الحي اللي موجود فيه المحل، وبالتالي تأكيد برضو على ارتداء الكمامة وعدم دخول أي مؤسسة من غير ارتداء الكمامة، كذلك أي وسيلة نقل عامة لا يجوز ركوبها إلا بارتداء كمامة. خليني أقول لحضرتك من باب متابعة المحافظات المصرية لتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالمحلات والأنشطة الترفيهية المخالفة، عدد المحل اللي تم غلقها منذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية 61684 محل، المقاهي مثلا حوالي 53900، المطاعم حوالي 33950، مخالفات مثلا الكمامة يعني حتى يوم الجمعة الماضي حوالي 212840، وده منذ 3 يناير اللي فات على مستوى المحافظات المصرية. ده بيأكد على أن الدولة من خلال كافة القطاعات بتاعتها حريصة على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من جانب، وده الهدف الرئيس منه المحافظة على صحة أهلنا في المحافظات المصرية. فمع أنه المحال العامة النهاردة بتفتح والمولات التجارية عادة طبعا الكافيهات والبازارات اللي موجودة فيها حقيقة عليها بتفتح من 7 صباحا ل 11 مساء صيفا، وبتزيد حتى الساعة 12 في أيام الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد. أما الكافيهات والمطاعم بما فيها اللي موجودة في البازارات من 5 الصبح لواحدة بالليل، ولها إن هي على مدار 24 ساعة بالتليفون توصيل الطلبات الدليفري للمنازل ليس أكثر. الورش اللي موجودة في المناطق السكنية من 8 الصبح ل7 بالليل، وبالتالي عدا طبعا الورش اللي على الطرق الرئيسة لأنها لها الحالة الطارئة بتاعتها، فبيصدر لها قرار
من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحل العامة السيد وزير التنمية المحلية، باستثناء هذا طبعا الصيدليات، الأفران، محل طبعا السوبر ماركت والبدالين وكده. فده من الأهمية بما كان نأكد عليه أنه تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتنا وعلى صحتنا. بالتأكيد يعني بالحقيقة حضراتكم بتبذلوا جهد كبير جدا على مستوى المحافظات كلها في مسألة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومسألة كمان الإشراف والرقابة على الناس أنها تلتزم، لأنه الحقيقة المشكلة أنه في الناس لسه مش مستوعبة. خليني أسأل حضرتك من خلال المتابعة والرصد، إيه توقعاتكم بالنسبة للمرحلة القادمة مع التوقيت الصيفي ومع المواعيد الجديدة؟ يعني هل بالفعل المواطنين وأصحاب المحلات وأصحاب المطاعم والكافيهات تطبيق الغرامات عليهم وتطبيق القانون عليهم بالفعل كان ليه دور في أنه يلتزموا بعد كده خوفا من الإغلاق لمدة أكبر؟ أكيد يا فندم، ده شق من ناحية، يعني ده يعتبر شق، والشق الثاني هو استجابة اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا في ضوء التطورات اللي بتحصل على الأرض، وفي ضوء التنامي الوعي الصحي، وفي ضوء تنامي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية من تطهير من تعقيم. كمان دورنا كوحدات محلية وتواصلنا كوزارة مع منظمات المجتمع المدني إنها تبقى إيد في إيد معانا في عملية التوعية بالنسبة لأهلنا كبار السن، التيسير عليهم فيما يتعلق بصرف معاش أو التطهير والتعقيم للشوارع وللمباني يعني الوحدات الخاصة بالصرف الآلي، المكاتب الخاصة بصرف المعاشات إلى غير ذلك. إن إحنا عاملين من شباب المجتمع المدني متابعة غرفة كورونا الأسعار، بحيث إن إحنا يبقى في تواصل دائم معانا ومعاهم على الأرض في مختلف المحافظات، فتح مبادرة صوتك مسموع لتلقي أي اقتراحات وشكاوى من أهلنا في المحافظات المصرية، الربط الرئيس ما بين غرفة عمليات الوزارة عندنا وغرف الأزمات والعمليات في المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء، كل دول خلايا عمل بتشتغل على الأرض مع أهلنا في المحافظات المصرية. التأكيد على دور قطاع التفتيش والمتابعة في الوزارة بأفروع المختلفة مع وحدات الرصد اللي موجودة مع وحدات المتابعة التابعة للسادة المحافظين اللي بتتابع على الأرض تنفيذ هذه الإجراءات، كل دول بيشتغلوا في عملية المتابعة والتقييم والمراجعات الدورية، حتى أن زي ما أعلم معالي الوزير اللي هو محمود شعراء وزير التنمية المحلية أنه تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية أحد أدوات التقييم بالنسبة لزملائنا في قيادات الإدارة المحلية في المحافظات المصرية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة على كل ما تفضلت به من حديث.